حياك الله عزيزي المشاهد، اهلا وسهلا بكم. قبل ان نبدا المقطع لا تنسون ايش اللايك وايش الاشتراك. هذا شيء مهم جدا، اقسم بالله العظيم ما ادري قد ايش تسعدوني بهذا الاشتراك. والله الار اي 2 يسعدها الله. اي والله اقسم بالله. مقطع جديد، فكره جديده، ما لا تسالون وش شطلنا بالغلط. فعاليه الجوكر والولد، معانا 6 ارقام وفي ولد وجوكر. اللي بياخذ الجوكر بيسال اللي معاه ولد اي سؤال. من الله جاهزين يا عيال؟ انا شكلها بيجيني انا الجوكر. هو لا تنسوا تصلون على النبي يا جماعه الخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله 3 2 1. اللي تبقى لي اللي تبقى لي خذ ورقه. خذها لا خذها. والله ما شفته. والله والله لا تاخذ. ركز ركز تبي هذه ولا هذه؟ بسرعه ما تفرق والله اللي تبيه. خذ يلا نشوف كلنا الحين. انا الجوكر وين الولد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فارس فارس، بما انه انت يا فارس اعلى منصه عندك ما شاء الله تبارك الرحمن تويتر، وانت معروف بتويتر من زمان، من قرن ما شاء الله، ف وشوفك تعلن كثير اللهم زد وبارك. بكم الاعلان عندك في تويتر؟ كم ياخذ فارس عشان اشوف ايش حدك ولا ماشي؟ في ناس اعطيهم سعر رخيص، في ناس اعطيهم سعر. وكم رخيص عندك؟ طيب ابي الرخيص كم؟ يلا شركه كذا على جنب على جنب. مره اللي مره يلا سرعه والله انت سرعه وبنطلب سلف. يلا شوف اقل شيء قد اعلنت له في تويتر 300 ريال. حلو هذا اقل شيء. بس معلومه مو بهالسنه. خدعنا زيتونه خدعنا بودعسنا مره هالسنه ترى مره انفجر. بسم الله خذوا. انا اخر واحد. انا ممكن اخر واحد. خذ مكان. خذ مد مدري انا اثق فيك. ليش هذا الهرات اليوم يا كم دخلك من قلبك؟ كم دخلك من تويتش؟ خلال كم؟ اسمع من او الاربع شهور هذه؟ يلا حلو يا ساتر. طيب خليني اقول لكم شيء. اول شيء الاربع شهور هذه ما بثيت الا برمضان اللي صدق احرقت، اما الشهور البقيه كنت متخاذل جدا بس اني فوكس اليوتيوب. هذا شيء. شيء ثاني والله اني ما جمعتها كم، ولكن عادي جدا انه بثلاث شهور اللي راحت يمكن طلعت 3000 ريال 2000 ريال. ليش تقولها كذا كأنها بسيطة؟ ترى واجد أنا يا الغني. لا 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 والله ما لا اسمع أجل قام كذا قالها بهش بس. لا 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 لا. طيب بقول لكم شيء، اي واحد توظف وظيفه راتبه لا اوريدي لازم 4000 فوق زين؟ ايه 3 شهور تطلع 3000 ريال صح برمضان. مو بكل شهر. لا نص مليون ولا اكثر. والله لو نص مليون ما اصور معكم. تقارب لوس انجلس الحين. 3 2 1 يلا بسم الله. يلا شوف ذا بسواحل ابو شعر نار. الحمد لله احس اني ولد. وش هذا؟ هذا رقم رقم انت الجوكر. ايه لازم ابي صلعه تلمع. يا مرحبا عليك. اي والله اني خفت. هل جربت الدخان؟ الحمد لله ما قطبت. ما شاء الله احسنت. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. ابي سؤال ثاني. ان يهديه اسال الله المبتلى بالدخان ان يهديه ويبعد عنه. اللهم امين يا رب. واسال الله ان يكفيكم الشر. اللهم امين. واسال الله ان يوفق اي واحد يشتري. اللهم امين. يما شوف حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله. تعال حياك الله. يا لا 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 حياك الله وبياك. ارحمني ارحمك. ما ترحمني فارس رايد كاب انك ما رحمتني. رايد تفضل. ليش الكاب؟ وش السؤال؟ ليش الكاب؟ اي ليش وش السالفه؟ وش ليش تلبس كاب؟ ليش تغطي؟ هل تستحي من شعرك؟ لا راسك؟ لا 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 والله بديت كنت مشتري كابات جديده. حلو. طقمت فيها وبديت ما بالستريم والاشياء هذه ما صرت انزل هذا. يوم شفت الناس يقول نزل كاب نزل كاب شفت هاي هذا الكاب جديد. ايه
هتشوف الله يجنن علي صح؟ والله حلو حلو ان شاء الله كامل. اتمنى اتمنى من الله انه انا اطلع جوكر. اتمنى من الله انه يجيبني بولد. خل بشوف انا. اكشف اكشف بعيال ارقب. عمي اسأل صح؟ انت اسأل. ايوه اسأله. اسأله! عطى! انت دايم تقعد في غرفة كثير. دايم لدرجة انه نقعد اوقات كثيرة انت تخبى في غرفتك. بس ما تبث. ما تبث. وش تسوي؟ والله انها تخوف. ندري انك ما انت قاعد معي. وش تسوي؟ شوف انا لما ادخل غرفتي انا احتاج شيئين. ايوه. اول شيء وقت النفسي. ثاني شيء العب مع العيال اللي اعرفهم انا من قبل 6 سنين 7 سنين العاب يعني بي سي. صح انا اتفق. ليش؟ لانه دائما يصرخ يزعجني. والله دائما يصرخ. ادخل كل شيء القى ما يبث انقهر زياده. ليش صدق ليش؟ عرب وكذبت على اهلك؟ والله اكبر هذه فضيحه قدام اهلك. وش رسمي فضيحه قدام اهلك؟ وش المصيبه صدق؟ ما اذكر صراحه يا عيال. انا انسان لطيف والله ما اريد ابراهيم. ايش والله ما نبراح المصايب. حال حال نفسي وسالم. يلا قول 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 بسرعه. ما جبت العيد يعني من ورا اهلي. في جبت العيد مره كنت العب حبشه مع اخوي ريان وكان ورا الباب واصقع الباب على راسه وينشب المفتاح في راسه. ودليل ذلك او اي الحين شوفوا ريان ادخل تويتر ادخل اذا جاء هنا شوفوا حاجبه اليمين في خط كذا. انا اقول مسوي مودل طلع فرقة. وش مودل مدخل مفتاح اقلت شيء اقسم بالله كذا مش كذا في الصوت. والله المفتاح نشب والله. يا ويل يا لطيف. طيب طيب دقيقة. الحمد لله. مسألني يا ورا. عطا عطا يقولونها من الله من الزباح وجهك. تعال والله انا حبيب حبيب انا حبيب 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 يلا. ولكن العالم سألت وجابك الله هل الأسئلة الطيبة بعد مقطع وجهه يخوف يا ولد. وجهه يخوف يا علم القهر. بسرعه قول. ها كل العالم قالت ناصر تزوج ناصر تزوج وانت اختفيت وقتها. اختفيت الآن صرح مقطع رايد. أنت تزوجت ولا لا؟ وش صار؟ وش صار معك ما اختفيت؟ تزوجت؟ لا أكيد ما تزوجت. ما اختفيت. صار معك؟ طيب تزوج؟ لو أني متزوج يعني بتكي معكم هنا في البيت. طيب صار صار صار. بس أنت مختفيت. مختفيت. بتزوج؟ إيه بإذن الله تعالى. والله؟ إيه والله بإذن الله تعالى. يا معيريس عين الله تعالى. ما هو بالحين باقي متى لا يا عم قال عشان طيب يا ابي ابي لحم ولا لقيت البنت الصالحه اللي تعيني على ديني ودنيا باذن الله الله يرزقنا الله يرزقنا وياكم البنت الصالحه اللي تعيننا على الدين والدنيا يا رب العالمين. انا اوريك هوبا. لا احسن بتجيك هوبا. الحمد لله. هذه انت وش من بيسال يا ما كان انجد اليوم جلد. وش اسوأ شيء سويته في حياتك؟ يا لطيف صايم والصبح رمضان ما يمديك تكتب. ما يمديك الله لا يجعلني يطيع على هذا وجعله حسن. يا اخي بقول لكم هذه هذا موقف صار لي اسوء موقف. ايه في زواج اخوي الكبير. حلو. طبعا جدي قصير جاز الله يرحمه ويغفر له. الله يرحمه. قصير نفس طولي انا واخوي ريان. حلو. فوقت زواج اخوي وش اللي حصل؟ نهاية العرس تعرفون وناسة وجريان مركب عرفتوا الوقت ذا بعد ما الناس تروح جلسنا نلعب زي كذا. فجأة شفت واحد لابس ماخذة على أساس إنه مين؟ ريان. ريان أخوي ريان. ما شاء الله. أروح عندي أركض وأسحب شماله. يا لطيف. يلتفت ثم ناظر دقن أبيض. دقن أبيض. الله يبارك. لا وجهي يا عيال تغير. تغير. وأبوي ناظر. يا جد
تشتقعن سوا لا ما اضطري ايه قام يضحك الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه بس هذا يعني اسوأ شيء صار لي اتوقع بحياتي كل أربعات والله كل أربعات والله ما تروح شوف الدنيا سب 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 ركان إن رحمته فأنت بطيح من أيه ما رحمت والله ما أرحمه يلا عطى طيب فارس خذ هذا السؤال يلا السؤال أصلح طبعا أنت في تويتر عندك منافسين صحيح اي هوامير حق فيفا او ينزلون نفس اخبار صحيح وش الحساب اللي تتمنى يوم من الايام انه يتقفل من يتقفل ابد طيب شوف اول شيء اول معلومه انا افضل واحد هذا رقم واحد هذا رقم واحد طبعا بالارقام وكل شيء بالاثباتات حلو رقم اثنين في واحد تحتي بشوي حلو يحتاج شوية دعسة تذكر اسمه ادعس تذكر اسمه حلو يحتاج شوية دعسة اسم حساب برا كل الصف ضرها ما يدخل والله ما يدخل والله ما يدخل صدق يا ولد ملتني شعر ذي ملتني شعر يا ولد والله ملتني شعر لا 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 شو شذي ولد ايش بس اسول ولد خلاص بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين قهر رايد ختام ومسك اختم عطه وحده مليون شعر يا ولد خلي وجهي يتقلب تقلب ابي اسوأ موقف بحياتك نفس سؤال ركان لك ايه ولد طيب كذي صح الاسوأ 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 شيء اللي مره مؤثر فيني الى يومك هذا في موقف مؤثر فيني الى يومك هذا يا ساتر اقسم بالله يا لطيف خليني اقول لك مره كنا يعني بزر صغير تقريبا في اول عمر 13 اول ما احس اني بديت كذا اصير رجال تعرفون ذا العمر الواحد يحس خلاص انك رجال يصير رجال زي كذا وخلاص جاء الوقت اللي احس اني ابغى ادور لشريكه عمري فهم شريكه حياتي بس على طول كذا متحمس وش تبين انت هذه شكلها شركه عمري عطني المهم يا طويل العمر السلامه ذاك اليوم رحنا مول فهمت انا والعيال احنا مولو مطقمين وزي كذا وكان في تقريبا يعني خمس بنات يعني كبار شوي مستحيل لا معهم اسمع 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 معهم واحدة يعني كانت في عمري انا يعني تعرف بزر طائش عز الله انه واحدة تمشي كذا وتناظرني اللي هي صغيرة اللي في عمري كذا وانا نظر يعني ما توقعت ان في احد يشوفني واسوي لها كذا والله اول مره في حياتي اقسم بالله اول مره في حياتي ايام الغمزه خلني اقول لك انا غمزت ولا ما غمزت واسمع كان البنات يضحكون كلهم يا برد وجهي انا كذا بديت امشي المول البرد وكان ايام شتاء بديت امشي واصب عرق عرقت على طول من بعدها صارت عندي عقده مع الجنس اللطيف البنات مع والله هذا مع والله يا جماعه الخير لا تنسون تدخلون على المتجر بنضغط على الهودي هنا يدخلك المتجر ولا تنسون كود RA2 والخصومات والهوديات والجيرسيات الجديده والجيرسي الخاص فيني يعطيكم العافيه